السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض البلاك بورد أو بورد الكتابة، وهنشوف مع بعض بالتفصيل إزاي هنعمله بطريقة سهلة وغير مكلفة بالمرة. طب معانا كل التفاصيل؟ دلوقتي هنعمل مع بعض الدهان اللي هنستخدمه. هنستخدم التشوك بنت، في طبعا كذا فيديو على القناة بيتكلموا عن طريقة عمل التشوك بنت اللي عايز يشوفها بالتفصيل. النهارده برضه هنعملها مع بعض. دلوقتي هناخد مقدارين دهان حوائط اللي هو بنقول عليه في مصر دهان بلاستيك، وعليهم مقدار واحد من بودرة التلك. هنقلبهم مع بعض كويس. دلوقتي هنزود اللون الاسود على الدهان بتاعنا. قدامنا حلين، يا اما نستخدم التلوينه السايله دي مركزات الالوان، يا اما نستخدم الوان الاكاسيد اللون الاسود، وممكن نستخدمهم مع بعض الاثنين برضو مفيش مشكله. دلوقتي هنزود لون سايل دمجت اللون الاكسيد الاسود مع مركزات الالوان السائلة عشان منأثرش على سيولة الدهان نفسه. دلوقتي الدهان بتاعنا بقى جاهز عشان نشتغل بيه. هنجيب الخشب اللي احنا نشتغل عليه، اي قطعة خشب عندك بأي مقاس تحب تعملها اشتغل عليها. وهندهن دلوقتي الوش الاول. ميزة الدهان ده ان هو مبيحتاجش ان احنا نبطن الخشب الاول بأي دهان قبليه او بأي مادة تانية. كده الدهان الوش الاول خلص، هنسيبه ينشف ونرجع تاني. رجعنا تاني بعد ما نشف الدهان بتاعنا الوش الاولاني، وهنصنفره صنفرة خفيفة عشان ندهن الوش التاني عليه. بندهن الوش التاني عكس اتجاه الوش الاولاني، يعني الوش الاولاني احنا عملناه في الاتجاه ده، الوش التاني في الاتجاه المعاكس ليه. كده خلصنا دهان الوش التاني، وهنسيبه برضو ينشف ونرجع بعد ما ينشف الدهان. رجعنا لكم بعد الوش التاني ما جف، ودلوقتي هنصنفر صنفرة خفيفة برضو وهندهن الوش التالت. دلوقتي هندهن الوش التالت، بس الوش التالت هندهنه بفرشة ناعمة غير الفرشة السودا اللي استخدمناها في الوشين الأولانيين اللي هي دي. المرة دي هنستخدم الفرشة الناعمة دي. هنسيبه ينشف ونرجع تاني. دلوقتي الدهان نشف زي ما احنا شايفين، هنصنفره تاني صنفرة خفيفة برضو زي ما عملنا قبل كده، وبعدين هندهن الوش الأخير ونسيبه يجف. بعد الدهان ما جف بنعمل الصنفرة الأخيرة. بعد ما خلصنا كل الدهانات والصنفرة البورد بتاعنا بقى جاهز للاستعمال. ما تنسوش تدعموا القناة وتعملوا لايك وشير للفيديو، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.